لن تمسك بي مهما حاولت. أنت ضعيف أيها الباندا. لن تحصل عليها. لا، تصرفك غير لائق. نقلد من؟ نينجا؟ ومن هؤلاء؟ إنهم سريعون سرعة كبيرة. نحن فريق النينجا. هذا الزي لا بأس به. Ah!
المشرفة عليكم تريد معزوفة الرباعية. سنغير الأسلوب الآن وسنعزف عزفا تمام التمام. Thank you.
بكم، وهذا ليس جيدا. ليكون العزف أفضل، اتبعوا كل تعليمات ماشا. حقا تبدو أشكالا غريبة، هذه الإشارات السوداء، لكن أسرارها عجيبة، تكمن في التوافق في الأداء. هل تخطط لأن تذهب إلى مكان بعيد؟ المكان الذي رسم فيه الدببة الثلاثة. هل تريد تحسين مهاراتك في الرسم؟ وهل تريد أن ترسم بالألوان؟ إذا سأذهب معك، أحب جدا أن ترسمني في لوحة ما. انظر، مظهري فني ومناسب. انظر، جدا. إن أكثر الصغار مرونة هي أنا. ما فعلته سهل علي، فقد رفعت الأثقال عاليا وربحت. وإن أكثر ما يميزني أنه مهما فعلت فلا أتعب أبداً. فذات مرة سرت حول الأرض وعدت بلا توقف. أتعلم كيف فعلتها؟ هكذا وهكذا وهكذا. فهمت؟ حذائي.
وقدماي تؤلمانني. ترى كيف تدخل هذه الحجارة إلى حذائي؟ لا، الأكواخ لا تناسبني. أرأيت الأهرام المبنية في مصر؟ أنا من صممتها. وهذه لي. هل رأيت اللوحة المشهورة في فرنسا؟ أنا رسمتها. هذا مضحك. إن أرادوا رسمك فستصير اللوحة على شكل مربع. هذا ما سيحدث. أما أنا أجمل فتاة في العالم. الجميع يريد أن يرسمني. مثل الكعك والحلوى وكل شيء أيضاً. أستطيع أيضاً. لا تقلق، فأنا ماهرة في إخماد الحرائق أيضاً يا صديقي. ماذا؟ أنت خائف من الدب؟ ولا أنا أيضاً. أنا لا أخافه، فأنا صارمة معه وهو يخاف مني. هو لا يجرؤ أن يغضبني. عندما يشاغب أعاقبه بشدة وربما أضربه، وعندها يبكي. يخاف مني كثيراً. يا دب صدقني، لن أخطئ ثانية. أنا أعدك. هل تعلم؟ الكذب متعب جدا، لذا لن أكذب ثانية. وجدتها. اسمع، يسمح لنا بأن نتخيل. هل أخبرتك بهذه القصة؟ أقصد عندما طرت إلى القمر بلا أجنحة.
اقترب، ألا تريد أن تأكل؟ ستتعلم المهارات وبعدها تأكل. اجلس 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 اجلس، هيا اجلس هكذا اجلس. أجل هكذا، والآن تكلم 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 تكلم. أوه. تكلم. عو عو عو. أحسنت. والآن التقط العصا، الحقها، اذهب. أوه. راقبني وقلدني. رأيت؟ هذا سهل. عليك أن تعطيني الطعام لأستطيع تدريب كلبي. رائع، شكرا لأنك أعطيتني الطعام. لا لا، نفذ أولا. هيا قف، تمدد، تدحرج. على يدك. بقيت لك هذه، ستأخذها عندما تقفز أمام الدب. تصدق؟ معقول؟ لم يصدق الدب. أمسكتكم بالجرم المشهود. انظروا إلى أنفسكم، تشبهونني وتقلدونني ويلومني الدب على ما فعلتم. أخبروني، من أنتم؟ وهل هذا شكلكم الحقيقي؟
يا دوب! هؤلاء أصدقائي الجدد يحتاجون إلى المساعدة، هلا ساعدتهم؟ أرجوك! جميل أن يكون لنا أصدقاء في كل العالم. سارق الجزر، سأحاسبك فيما بعد. إذن هكذا كانت المخلوقات قبل آلاف السنين. رائع! كانت المخلوقات لطيفة وجميلة. الدب آلة الزمن، اطمئن، سنكون بخير. دعنا ننتظر ونتناول شيئا. ما هذا؟ ستأكلها هكذا؟ لا، هذه طريقة حجرية. لا تقلق، سنشويها أولا. Thank you.
جميلة حقا. انظر، يمكنك أن تلعب هكذا. راقبني. هيا تابع، دعني أعلمك الرياضيات. فلنبدأ التحقيق الآن. 1، 2، 3، 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جدا، والآن حاول فعل.